الو الو، ايوه، ازيك يا وسام؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ عايزه اقول لك ان انت بالنسبه لي من 15 سنه كنت الباب اللي انا بهرب فيه من كل حاجه بتحصل لي في بيتي. اجري كده واسيب الدنيا تولع بره واقفل الباب وادخل واعيش بقى في كل الناس اللي بتتكلم معاك واسرح في مشاكلهم عشان انسى اللي انا فيه. ربنا يخليكي، دي حاجة طبعا تشرفني. طب ايه اللي انت كنت عايزة تنسيه زمان قوي كده؟ هو أنا للأسف عشت مأساة مرتين، مرة مع أهلي ومرة مع جوزي، وده اللي أنا طالعة النهاردة أقوله للبنات. اتفضلي قولي لي. تحت عايزة كل بنت وكل ست بتسمع كلامي النهاردة، ركزوا قوي يا بنات وركزوا قوي يا ستات في اللي أنا هقوله. كل واحدة عندها حاجة من اللي أنا هقولها تبص لقدام وتشوف الدنيا قدامها هتبقى شكلها ايه معاها. انا واحدة عشت مع اب وام بينهم مشاكل ومحاكم وقواضي وضرب وبهدلة الى ابعد الحدود. يعني من وانا لسه في اعدادي كنت اصحى الصبح كده البس لبسي عشان اروح مدرستي مع زمايلي، ابويا بيضرب امي، هدومي تغرق دم فاخد امي واطلع على المستشفى عشان اخيطها او عشان اجبسها. فمن ضمن المرات مامتي طبعا يعني نفسها عزت عليها بقى ست كل شويه بتتضرب، فقررت مره ان هي تعمل محضر وكده. كان الشاهد الوحيد على الواقع هو انا، وانا بلبس المدرسه القميص الابيض الجميل بتاع الطلبه ده كان كله دم. فطلعنا من المستشفى على الاسم وانا لا افقه شيء، مش عارفه انا رايحه فين ولا هعمل ايه. طفله في اولى اعدادي، فمن عشان حالتها كانت صعبة فدخلونا للمأمور بتاع القسم. فطبعا المأمور لما شاف حالتها فطلب ان الزوج اللي ضربها ده يجي، فلما الزوج جه حكموني بقى في النص ما بينهم. هل ده حصل ولا ما حصلش؟ شاهدوك يعني. تخيل بقى، فلك ان تتخيل بقى كم الألم اللي انا فيه دلوقتي ما بين اني اضيع حق امي اللي هي ياما اتضربت وياما اتبهدلت، وانك بتشهدي على ابوكي في القسم ان انا اكون السبب بقى ان هو يتحبس. اغمى عليا وتعبت يومها في الاوضه عند المامور ده، وطبعا قعد يزعق لهم ويقول لهم حرام عليكم وحطيتوها في موقف زي ده ليه، وتوالت الاحداث لمده 11 سنه بنفس الطريقه، ضرب وقسام ومحاكم وقواضي. في الحاله في الوقت ده كنت انا الوحيده في اخواتي اللي بعاصر الحاجات دي مع اهلي. في حاله زي دي فأنا هبقى حد من الاثنين، يعني هبقى شخصية هيتكون فيها شخصية من الاثنين، يا إما هبقى بنت قليلة الأدب وهتفلت وهخرج للشارع ومش هبقى بنت كويسة، يا إما ههتم بقى بتعليمي وبدراستي والكلام ده. أنا ما اهتمتش بتعليمي، بالعكس أنا مع بداية المشاكل كنت ممتازة وكنت بطلع من الأوائل، وحياتي اتدمرت دراسيا بسببهم. في الوقت ده بقى حسيت اني محتاجه حد في حياتي، يعني انا عايزه حد يطمن عليا، عايزه حد لما ادخل احجز كده بين ابويا وامي واتضرب في النص ما بينهم حد يقول لي انت كويسه، اتعورتي، اتخبطتي، حصل لك حاجه، كنت عايزه حد يعمل ده. ظهر لي شخص، كنت بشتغل في مكان وظهر لي شخص في الوقت ده، كنت ساذجه جدا جدا فوق ما تتخيل وطيبه فوق ما تتخيل، ما كانش عندي شخصيه اصلا، هي اتكونت بقى الشخصية من الوقت ده. اتعرفنا على بعض، جيت قدم لي، بابا وافق، اتخطبنا، حصلت مشاكل، فركشنا، حاول يرجع كذا مرة، بابا يرفض، فخدنا القرار ان احنا نمشي. تمشوا يعني ايه؟ يعني سيبنا البيت، انا سبت بيتي وهو ساب بيته. وانتوا مخطوبين؟ لا، احنا كنا في الوقت ده بابا خلاص هتاخد خطوبة. فمشينا، رحنا بلد ما كده جنبنا يوم. احنا مش ماشيين عشان احنا هنعمل حاجة غلط، احنا ماشيين عشان احنا عايزين نحطهم قدام الامر الواقع، احنا عايزين بعض. طبعا انا في الوقت ده الحياة كلها وردي وفي قلوب وعصافير كده بيطيروا حواليا، شايفة ان هو ده الحياة والجنة ودي نعيم الدنيا كله، انا عايز الشخص ده هو ده اللي هيعوضني عن كل حاجة. وطبعا واضح من كلامي ان انا اكيد حكيت له على كل حاجه انا عشت فيها، ده اساس. ف
حصل بقى ان احنا مشينا وبالفعل اجبرنا اهالينا ان هم يكتبوا كتابنا. إيه كتبنا كتابنا ورجعنا، هم اهالينا يعني لما احنا عملنا ده قلنا المكان اللي احنا رحنا وكتبنا كتابنا. كان عندك كم سنة؟ كان عندي 18 سنة. رجعت بيت اهلي وهو رجع بيت اهله، قعدنا 3 سنين مخطوبين. إيه هو جهز شقته وانا جهزت حاجتي واتجوزنا. وبدأت المأساة الكبيرة. ما تقوليش عادي يضربك بيضربك برضو زي باباكي وكده. حرفيا انا بعيش نفس حياة مامتي بالحرف، والله بالحرف يا أسامة، كل اللي شفته مع مامتي انا بعيشه وبشوفه بالحرف. طيب انا عايزة اقولك ما اعترضتيش ما رفضتيش؟ في الاول ما اعترضتش وما رفضتش، لان انا واحدة خارجة من بيت ده بيحصل فيه، فكان بالنسبة لي عادي. ما كنتش فاهمة ان ده ما ينفعش، ما كنتش فاهمة ان في حاجة اسمها كرامة، ما كنتش فاهمة ان انا لازم لما يمد ايده عليا ولما يحتقرني ويقلل مني ويهني اقول له لا انا مش كده، ما تغلطش فيا، ما تمدش ايدك. ما كنتش فاهمة ده لان انا مامتي قدامي بيحصل فيها ده. دي الرسائل اللي انا طالعة اقولها للبنات النهاردة، لا ما تقبلوش ما تقبلوش ما تقبلوش، هتتفوت تمن بقية حياتكم وعمركم كله. وانتهى الموضوع ازاي؟ ما انتهاش، انا بكلمك وانا في بيته ما انتهاش ولسه برضو بنفس طريقه المعامله ونفس الاهانه وكل حاجه. انا لسه مضروبه امبارح الصبح، يعني شويه ضرب حلوين كده. طيب دخلت على جوزي لقيته بيكلم بنته وبيطلب منها علاقه مش كويسه. فدي مش اول مره، ده كتير 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 فوق ما تتخيلوا، وفي شقتي وعلى حاجتي يعني. فاعترضتي فضربك؟ كل مره كده، كل مره بعترض او مثلا بقول له ليه انا اذيتك في ايه، انا عملت لك ايه، انا بعت الدنيا كلها عشانك. انا طبعا والدك والدتك ما حدش فيهم هيتدخل لك. في اوقات لما بيتدخلوا بابا عصبي جدا 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 وما عندوش ان هو يتحكم في التصرفات او ان هو يبقى حكيم، ما عندوش الحته دي. وهو وجوزي نسخه واحده، الشخص اللي انا جاي يعني بيضربوا بعض مثلا. وصلت مرة ان هم عملوا كده. طيب بس يعني هيكون في حل في النهاية؟ مفيش حلول، انا معايا طفلين مش هعيشهم نفس اللي انا عشت. كل اللي انا بعمله في حياتي دلوقتي ان انا بحاول الملم على البيت. وهو جوزك ده اللي عاش معاكي قصة كلها، ما يعني ما بيفكرش مثلا يعني ايه اللي انا بعمله ده؟ ده بيعايرني بيهم، ما بيفكرش ايه يا أسامة، بقولك بيعايرني بيهم. بيندهني في وقت المشاكل، بيندهني باسم مامتي اللي هي يعني هي وانت شفت ايه من مامتي وحش يخليك ان انت تعايرني بيه. دي كانت ست مأذية طول حياتها. انا ما اعتقدش ان انا ممكن اعيش كده لما يبقى عندي زيها مثلا 60 سنة او 55 سنة. انا ممكن بعد 5 سنين الامراض كلها تجيلي من اللي انا فيه، فما عايش اصلا للسن ده. ده هي كتر خيرها ان هي استحملت. بص يا بنت الناس، الناس برة او الناس اللي عايشة حياة سوية بيفضلوا عايشين حياة سعيدة وسوية مش لستين سنة. 60 سنة ده بيعتبروه أحلى أيام عمرهم، بيفضلوا عايشين يعني في سعادة إن ربنا أداهم العمر لحد ما بيعدوا 80 و85 وكده. يعني قدامك لسه 25 سنة بعد 60 كمان، لو عايزة إن ربنا أداك العمر تعيشيهم سعيدة. وفي إيدك إنك تعيشي سعيدة، وفي إيدك إنك تتعسي نفسك، في ايدك انك تستمري وتقبلي الاهانه وتقبلي الضرب وتقبلي قله الادب وتقبلي الخيانه وتقبلي كل ده، وفي ايدك انك ترفضي ده، وفي ايدك انك تعالجي ده بشكل من الاشكال باي طريقه من الطرق، لان مهم جدا انك تلاقي وسيله تعالجي بيها الازمه اللي انت فيها دي. يعني ممكن يكون والدك وسيله من الوسائل ودلوقتي موجود يقدر يقف لك، ممكن تلاقي وسيلة تانية، ممكن تلاقي جوزك ده مش محتاجة. يعني وتوصلي المرحلة ان انا انت بتلعب بديلك، بتعمل وبتعمل وبتعمل، انت مش موجود في الحياة اساسا، فرجني انت هتعمل ايه وانا مهتمة بنفسي وانا هخرج واشوف ولادي واعيش حياتي الطبيعي. انا ما بعملش حاجة تغضب ربنا، بس انت اساسا مش موجود في الحياة علشان لحد ما يحس ويفهم ان هو بيفقد حاجة مهمة كبيرة جدا في حياته بالشكل ده، او يبتدي يخاف او يترعب على نفسه علشان حياته بتتهز قدام عينيه.
لازم تلاقي وسيلة، لازم تلاقي طريقة، انت قادرة بجوزك والحياة والشكل، لازم تلاقي وسيلة علشان حياتك بالشكل ده مش هتستقيم أبداً.